السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي المتتبعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في المختبر السياسي. فبداية وكما جرت العادة كنبغي نشكر جميع الإخوة والأخوات اللي كيدعموا القناة بالضغط على زر الإعجاب، وبالنسبة للناس اللي ما مشاركينش كندعوهم بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يتوصلوا بكل جديد. وبالنسبة للناس اللي كيشوفوا بأن هذا المحتوى كيفيدهم، فالمرجو الضغط او مرجو التعليق، وكذلك ممكن على انهم تطرحوا لنا شنو هي الافكار ديالكم وشنو هي المواضيع اللي بغيتونا نتطرقوا لها. وشكرا جزيلا للجميع. اليوم بناء على طلب احد الاخوه اعضاء قناه المختبر السياسي، بحثت طويلا على هذا الموضوع. هذا صراحه هو موضوع متشعب وكبير جدا وفيه خلفيات اللي عميقه جدا. كنبغي نشكر هذا الاخ الكريم على هذه المواضيع اللي دائما كثيرها، وهي مواضيع اللي صراحه كبيره وكبيره ومعقده جدا، وكيخص كيلزم المغاربه على انهم يشيروا لها او يسلطوا عليها الضوء ويعرفوها ويفهموها مزيان، لان هذا الموضوع له هذا الموضوع يتحدث عن الجزائر لكن له امتداد الى قضيه الصحراء المغربيه، لان الموضوع فيه تقرير المصير. ما ظهر على الإعلام هو أن هناك 5 مقررين للأمم المتحدة كيتحدثوا على توظيف الجزائر للإرهاب كقانون أو كتهم ضد أي معارض وضد أي واحد يشارك في الحراك ضد النظام، وأن هذا القائمة ديال الكيانات والأشخاص الداعمين للإرهاب في الجزائر اللي غادي تكون أو غادي يكون مرسوم بشأنها قريبا، هي مجرد وسيلة وأداة من أجل قمع الأصوات وقمع حرية التعبير وقمع أي معارض لهذا النظام اللاشرعي. فالنظام القائم على 10% ديال الأصوات وكلها من داخل التكنات ديال الجيش، يعني أي واحد من خارج التكنات ديال الجيش وتكلم على أن هذا النظام لا يتمتع بالشرعية وأن هذا النظام ليست له حتى المشروعية، فهنا يصبح هذا الشخص مهدد بالمتابعة بقضية الإرهاب. 5 مقررين متعلقا بحرية التعبير، حرية الإعلام، حرية التجمعات، حرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وغيرها. 5 مقررين تابعين للأمم المتحدة، كلهم يعربون عن قلقهم لهذا المرسوم الذي سيصدر في الجزائر، والذي سيقيد حرية الإعلام وحرية التعبير وحرية التجمع والتجمهر السلمي، بكون على أن قانون الإرهاب في تعديله الجديد في الجزائر ينص بصريح العبارة على أن أي محاولة لقلب النظام بطريقة غير دستورية هي جريمة إرهابية. وهنا تكون هذا القانون يتناقض مع التعريف العام والشامل على مستوى العالم لقضية ما يسمى بالإرهاب. وبالتالي هنا يطرح كثير من الأسئلة، ما الغرض من هذه المسألة هذه، وما هو تعريف الإرهاب في القانون الجنائي الجزائري. ففي هذه المسألة هذه القانون الجنائي الجزائري بزاف ديال الأمور دخلها كقضية إرهاب، في حين على أن التعريف الدولي او ربما لا يوجد تعريف دولي في الاصل، وهذا احد الاشكاليات اللي كتخلي بعض الدول الغير ديمقراطية على انها تتمادى في استخدام هذه البنود. فتعريف الارهاب كما عرفته الامم المتحدة هو ما كاينش شي تعريف خاص به، ولكن هو اللي جا به مجموعة من القوانين الجنائية على مستوى العالم، وأدت كلها إلى تعريفات مشتركة للإرهاب كتشير إلى أن الأفعال العنيفة التي تهدف إلى خلق أجواء من الخوف ويكون موجها ضد فئة دينية أو سياسية معينة أو هدف إيديولوجي وفيه استهداف متعمد أو تجاهل لسلامة المدنيين. يعني هنا يخص بعد أول حاجة تكون الإجراءات قاتلة، تكون الهدف منها الترويع والترهيب وكذلك القتل. ثالث حاجة هو أنها تكون ذات خلفية إيديولوجية. هذا هو التعريف المشترك ما بين أغلبية ديال القوانين الجنائية حول العالم. لكن الغموض ديال هذه الجملة كتحاول بعض الأطراف على أنها تستغلها
لإدامة الأنظمة الغير ديمقراطية. وبالتالي هنا هاد المقررين هادو تكلموا على واحد الموضوع اللي ربما عنده انعكاس على قضية الصحراء المغربية، اللي هو مسألة تقرير المصير، بحيث على أن النظام الجزائري يهدف إلى أن هاد القائمة اللي غادي يديرها بهذا المرسوم اللي كيتعلق بالأشخاص والأشخاص وكذلك بالنسبة للكيانات الداعمة للإرهاب، ستضم رشاد وستضم كذلك إلى جانب رشاد حركة الماك وكذلك حركة تقرير المصير في غردايا وجبهة تحرير أزواد في الجنوب الجزائري. انطلاقا من هذا الأمر هذا، تقول لك ما دام على أن هذه هادو ضمنيا أو ما يفهم من التقرير اللي خرجوا به هاد خمسة ديال الأعضاء هادو، ما دام على أن الجزائر في دستورها تنص على أنه الجزائر تدعم الشعوب المضطهدة والمقهورة ولا لا 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 في تقرير مصيرها والاستقلال، فهاد الناس هادو ما بغاوش بزاف، بغاو تقرير المصير وبغاو الاستقلال، وهذا حقهم دستوري تبعا لما نص عليه كذلك مسألة ديال تسليم فرحات مهني. فرحات مهني دابا حاليا النظام الجزائري باغي يدرجه في تلك القائمة، لكن المسألة كبرت على النظام الجزائري بنفسه، ما يمكنش لي يدير الإدراج نظرا لأن فرنسا كانت سبق لها حكمت بأن هذا التسليم هو تسليم سيكون سياسي، وبالتالي لن تسلم فرحات مهني لأن فرحات مهني يمارس حقه الدستوري في الاستفتاء، في المطالب بالاستفتاء لتقرير المصير والاستقلال السياسي لجمهورية القبائل اللي هو كيترأس حكومتها في المنفق. شي دابا تقرير المصير شحال طلع غالي على الجزائر، شي تقرير المصير اللي عيات الجزائر من 75 ويا رافعة تقرير المصير وتابعين شي مرتزقة من الداخل المغربي لا بديل لا بديل عن تقرير الصناديل. هي فين وصلت دابا الجزائر؟ لأنها تسعى إلى بلقانة المنطقة وعند بالها على أن الولايات المتحدة الأمريكية كتقرأ دستورها، وهي دابا طاحت في شر أعمالها. هذه من جملة الأفعال اللي قام بهم النظام الجزائري باش يهدد الوحدة الترابية للمغرب، والقراصو يهدد بالقانون. دابا القانون الداخلي اللي هو أسمى قانون داخل الجمهورية الجزائرية الديكتاتورية المسمات زورا الديمقراطية الشعبية، وهي في واقع الأمر أوليغارشية، لقينا بأن هذا القانون دار نكاية في المغرب، رغم أنه المغرب ما على بالوش به، ما سيقش لي خبار، إلى أنه أصبح أداة أممية لتقسيم الجزائر. وهذا ما لا يرضاه المغاربة بعد بالأساس، لأنه إحنا ماشي في مصلحتنا على أنه لا تستقل لا القبيل ولا تستقل غردايا ولا تستقل أزواد. أزواد رغم أنهم معانا وخوتنا وديالنا ما نقبلوهمش على أنهم يستقلوا، لأن الأمور ما كتمشيش بحال هكا. لأن الجزائر إلا ولات دولة فاشلة المغرب غادي يولي حتى هو دولة فاشلة بشكل أو بآخر. اللهم يبقى هذا النظام هذا، ولا على الأقل تبقى هذه الدولة الضعيفة كاينة متواجدة، وخا أنها أصبحت دولة فاشلة ولكن على الأقل تلقى معها من تهضر، لأن الجزائر إلا ولات دولة فاشلة ما تلقاش معها من تهضر. هذا من جملة الأمور اللي كيشوفها الفاعل السياسي المغربي. كذلك هاد المقررين هادو علاش كيتكلموا؟ تيتكلموا تيقول لك اسيدي انت تدعم الشعوب، وخير دليل على انك تدعم البوليزاريو، فهاد الناس فالبوليزاريو هي قامت بافعال، قامت بهجمات ولم تحترم سلامة المدنيين سابقا في الحرب ديال الصحراء المغربية ما بين 75 و91، وبالتالي هي قامت بافعال تندرجو ضمن التعريفات اللي كاينه على قانون الارهاب. وبالتالي هنا المغرب الى حاكم شي بوليزاري بهذه التهمه فهو سيكون صديقا، الا ان المغرب لم يستعمل هذه المساله ضد الجزائر. وهنايا نوع من الفوز او النصر المغربي الاممي في هذا المستوى، رغم انه حقوق الانسان في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس ولا في من المحيط الى الخارج هي مساله حقوقيه، هي في ادنى مستوياتها على مستوى العالم. باش نكونوا واضحين، باش نسميو الاشياء بمسمياتها ونكونوا موضوعيين، حقوق الانسان على المستوى العربي هي متدنيه جدا، لكن في تونس وفي المغرب تبقى المسألة الحقوقية نسبيا كاين واحد النوعية ديال الحقوق، كاين واحد هامش ديال الحرية، حتى بالكويت فيها هامش ديال الحرية أكثر من الجزائر.
دابا الجزائر طاحت في شر اعمالها. دابا شنو خرج الجزائر تتقول باش تفادى هذه المساله هذه؟ خرجت تقول المظاهرات في المغرب ضد التطبيع وهذه وهذه والمظاهرات والناس خارجين الشارع ويريدون اسقاط النظام. فهنا يدينون انفسهم بلا ما يعيقوا، يدينون الجزائريين يدينون انفسهم من خلال اعلامهم بلا ما يعيقوا. كيفاش ملي كتقول لي على انه كاينه مظاهرات في المغرب ضد التطبيع، فانت ما عندكش اصلا مظاهرات حتى للمسائل الاجتماعيه، وما يمكنش لهم يخرجوا لانه تتبعهم بقضايا ارهاب. فهنا سجلتي على نفسك واحد الزيرو بلا ما تعيق. المغرب انتصر عليك في هذه المساله، تتبغي تهضر وتخرج وتقول بان المغرب يعتقل المتظاهرين؟ جيب لي المعتقلين اللي كاينين، اغلبيتهم قضايا اللي اصلا ما كاينش اعتقالات بالجمله يعني من الطرف. ثاني حاجه هو ما كاينش داك الهاله اللي كتحاول وسائل الاعلام تصنعها. ثالث حاجه هو ما كاينش واحد مثلا كيف بعض القضايا كاين اجماع شعبي وكاين حلول، يعني كاين السلطات الوصيه كتريح معك على طاوله الحوار. في الجزائر السلطات الوصيه لا ما كتريحش معك في طاوله الحوار، ما تجلسش الا طاوله الحوار. اول حاجه كديرك الاعتقال قضيه ارهاب كتمشي كتغبر. اضف الى ذلك المساله ديال السجون اللي في الجزائر اللي اصبحت قاتمه جدا على المستوى الحقوقي. يعني التحرك ديال الامم المتحده ما فادوه على ان الامم المتحده ضمنيا تدعم استفتاء تقرير المصير في القبائل وفي غردايا وفي الزواد، لانه الجزائر واحد المرحله قالت بانه كيخص هاد الجزائر توقف مع الشعوب، الا انها ما وقفت مع حتى شي شعب من غير دوك المرتزقه ديالها اللي جايبهم من افريقيا وباغا دير بهم دوله جنوب المغرب. اضف الى ذلك كاين مجموعه من المسائل وكاين كذلك مجموعه من الاكراهات اللي تتحول دون ان تقوم هاد الدوله الجزائريه بانها تراجع على هذه المساله. وبالتالي عدم تراجع الدوله الجزائريه على هذه الامور هذه معناه على انها قابله باستفتاء تقرير المصير في المنطقه. ما دامت الجزائر تريد بالقناه المنطقه فسقطت في شر اعمالها، وهي الان مثلما تريد ان تقسم المغرب اصبح التقسيم يدور حول راسها، اضافه الى انها قد تجر نفسها الى التدخل الانساني. ما هو التدخل الانساني؟ التدخل الانساني هو لحمايه حقوق الانسان في بعض الفترات الزمنيه المعينه اللي تقدر تكون فيها تبعات او تقدر يكون فيها تدخل عسكري مباشر ضد دوله ما من اجل حمايه حقوق الانسان. وهذه المساله هذه لا نريدها ولا نتمناها، لانه عندنا حدود مباشره مع الجزائر. احنا ما خصناش هذه المشاكل هذه تكون اصلا، لا تقرير المصير ولا استقلال داخل الجزائر، فهو ليس في مصلحه المغرب. اضف الى ذلك المساله ديال التدخل الانساني الدولي، راه حتى احنا واخا في صالحنا الفصل السابع انه يكون ضد الجزائر والتدخل الانساني يكون ضد الجزائر في صالحنا على المستوى القريب، لكن على المستوى البعيد وعلى المستوى الاستراتيجي هو خطير بالنسبه للمغرب، على انه الا مشات هذه المساله وانزلقت الامور في الجزائر الى هذه المستويات فالمغرب لن يسلم منها، لا من الناحيه الشماليه ولا من الناحيه الجنوبيه ولا من الشرق ولا من الغرب، وبالتالي تولي عندنا تهديدات امنيه حقيقيه. اضف الى ذلك مشكل الانفصال ومشكل كذلك الاشكاليات المطروحه اجتماعيا من خلال على ان الجزائر ان الجزائريين الى وقعت في الجزائر اي حاجه فالجزائريين واحد الاغلبيه كبيره اللي هما اصلا كانوا تاريخيا يعترفون بالمغرب او كانوا جزءا من المغرب. اضف الى ذلك واحد الفئه كبيره اللي ما عندهاش شي وجهه اخرى من غير المغرب، وبالتالي هنا غادي يوليو عبء على الدوله المغربيه. هما عبء علينا في حاله على انهم دوله، ويوليو عبء علينا في حاله على انهم ما بقاتش عندهم دوله، وبالتالي حنا ما شفناش مصلحتنا على انه الجزائر تمشي الى متاهات، لا من خلال الانفصال ولا من خلال التدخل الخارجي. وكنتمنوا على انه ما يوقعش تدخل خارجي في المنطقه المغاربيه بسبب هذا النظام الاحمق اللي كل مره كيخرج كيدير مشكله كبر منه وما كيقدش عليها، وغادي يجر المنطقه الى مواجهه مفتوحه اللي تقدر تؤدي ليس فقط بالجزائر ولكن بالمنطقه برمتها. والتهديدات اللي كيقوم بها النظام فاصبحت منكشفه، فالنظام الان اصبح شبيه بداك الشيء اللي كيديروا بعض التنظيمات بالاحزيمه. دوله على قدها غادي يصيفطها، لان دابا هذا النظام هذا لبس الحزام، يعني
معول عليها، يعني ما بقاش عنده كثير من الخيارات، ما بقاش عنده الاوراق ما يلعب، فهنا كيقوم بواحد العمليه من ديك الطراز اللي انا ما خصناش نقولوها. بالتالي كنتمناو السلم والسلامه للامه المغربيه العظيمه وللمغرب العربي، او الاحترام للمشاعر للمغرب الكبير. دمتم. عاشت الامه المغربيه العظيمه، عاش المغرب من طنجة إلى القويرة، عاش الملك. تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء، نشوفكم بخير إن شاء الله. تحياتي للجميع.